عودة الآن إلى لاس فيغاس، وهذه المرة راح نشوف مفاجآت لوجين. لوجين صباح الخير. يسعد صباحك مرة ثانية وصباح كل المشاهدين أكيد، ونرجع نقول لكم كل عام وأنتم بخير ب 2013. ومثل ما خبرتكم معي ما حقول ضيوفهم من أهل الدار، نادية البلبيسي مخصوص من واشنطن عشان تشاركنا طبعا 2013، ورافي بغصيان من لوس أنجلوس. لا هلا ما عرفوني، هلا عرفوني. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير لوجين. وأنتم بألف خير. طبعا نادية، إيه أكيد. أنا بعرف أنه دائماً بيكون عندك مخططات. إيه. نهاية كل سنة للسنة الجديدة، ما راح أقول إيش كانت مخططات 2012، بس قولي لي أول شيء تحققت ولا لا؟ لا لحد هلا لا. بس يعني تأجلت. تأجلت، بس أنا عندي إحساس أنه 2013 رح تكون سنة ممتازة للكل. إن شاء الله. ورح تتحقق كل الأحلام بدون أي شك. Happy New Year guys. طبعاً الاحتفالات هنا مجنونة. جداً. طيب وخبرينا، في أشياء على الأجندة الجديدة غير اللي ترحل من 2012 ل 2013؟ أكيد طبعاً، على المستوى الشخصي دائماً عند الإنسان طموحات جديدة، ويمكن هذا الشيء اللي بخلي الحياة ممتعة، إنه دائماً بيحلم بأشياء إنه يحققها بدون أي شك. بس على المستوى الشخصي طبعاً أنا بتمنى لكل فريق الـ MBC طبعاً، إلك ولرافي، وأنا إجيت علشانهم خالد، وطبعاً إلك خالد. بدون أي شك، لكل فريق صباح الخير يا عرب، وبتمنى كمان للشعب العربي بشكل عام وبالتحديد للشعب السوري إنه يكون في خير وفي سلام وفي وقف للصراعات وللقتال في كل العالم العربي، وهذا أهم شيء بنتمنى بعد السنة. دخلنا بالسياسة إن شاء الله. ما تقدر. إذا ننتقل من السياسة إلى الفن وإلى الهوليوود. رافي بغصيان هوليوود. أيوة. طبعا رافي، خبرني أول شيء تحب تعيد مين وأمنياتك للسنة الجديدة. يعني حقيقة يعني أول شيء يعني أحب أصبح وعيد كل متابعينا اللي يتابعونا عبر الـ MBC في كل مكان. يعني أنا أمنيتي أول شيء إنه ما تبرد بعد هذا الجو. يعني أنا اللي برد، أنا بس جاكيت يعني خلاص استسلمت. والموضوع الأهم يعني حقيقة أنا حلمي حلم شاب أي عراقي، يعني أنا عراقي ومن زمان طالع من بلدي، وأنا بلشت بمسيرتي الإعلامية بعدي مبتدأ، ولكن أنا حلمي أطلع مثل هذا اليوم بهيك أجواء من بلد العراق مع أولاد بلدي. الله يسمع منك. فعلا رافي قبل يومين كان يقول لنا نفس الكلام، يتمنى لما كنت أتكلم إني راح أطلع لايف من غزة، قال أنا أتمنى أطلع لايف من العراق، وإن شاء الله الله يحقق لك أمنيتك. إن شاء الله. وأكيد جدة رافي تحب دائما تشوفها وتتابع، إن شاء الله تكون موجودة الحين. ونقول لها كل عام وهي بخير. وأنا أيضا أحب أيضا أعايد وأشكر كل زملائي في الـ MBC والكل مشاهدينا، لأنه حقيقة هذا أبسط شيء أقدمه لهم، يعني الأسايمنت أستاذ طلعت ومديرنا استاذ احمد بدون اي، يعني ما اريد اذكر اسماء، وايضا يعني شكر MBC. انت ذكرت اسمين اوريدي. اوكي لا اعددهم. خير محمد مهدي زياد الجميع طلعت. اوكي وايضا احب اقول شكرا MBC انه دائما توفر لنا كل الامكانيات اللازمه حتى نقدم دائما احسن ما عندنا. ان شاء الله يا رب. بالعكس يعني هذا MBC طبعا احنا ما نقدر نتكلم عن شيء لانه شهادتنا مجروحه فيهم، ولكن كلها كم يوم، وارجع انا اقول لك المشاهدين عن جد اشتقت لهم. يمكن هذه او اطول إجازة أخذتها شهر كامل. صحيح. بس إحنا استمتعنا فيها كثير. نحن شفناكي حبيبتي، وأنا أكيد طبعاً انبسطت فيكم، بس عن جد يعني هذه أمنية للعالم أجمع. طبعاً باقي ساعة ونص وآخر مكان على الكرة الأرضية راح يدخل 2013، واللي هي هواي. هواي بالضبط، يعني هواي حتدخل 2013، وكذا نكون لفينا من الجزر المحيط الهادي نيوزيلندا أستراليا لا هواي، لفينا الكرة الأرضية كامل ودخلت الكرة الأرضية 2013. يجوز نقعد المشاهدين يجوز السنة الجاية نطلع من هواي. هواي. أنا حاجة إجازتي خالد من الآن ترى 2014 أكون في هواي. وأحمد وافق أكيد نطلع من هواي. خالد منها سبلش يتصرف. وعلى فكرة الرئيس أوباما كل سنة بيقضي الإجازة الرسمية بهواي، فبيكون سببين عشان نكون موجودين بهواي. نروح نرجع نلتقي مرة ثانية أكيد. الرئيس باراك أوباما اللي كثير افتكروا لما صورنا مع أنا ونادية إنه مو فوتوشوب. بس لا كانت حقيقة، وكانت حقيقة، وكانت من البيت الأبيض. صحيح. محظوظ محظوظ بكم. أنا متأكد كل شارع لاس فيغاس يحسدني على بنتين حلوات أمشي وياهم أنا بالشارع، يقولون أوه يو آر سو لاكي إنه بنتي وبنات حلوات. اوكي شكرا يا سلام. شكرا يا رافي، دفيتنا بهالشيء. شكرا. على العموم عن جد يعطيك الف عافيه خالد. الله يعافيك. راح ارجع ايضا مره ثانيه واظل متواصله معك من لاس فيغاس، وايضا معي ضيف انتظرونا. بس لوجين انا حابه اخبرك عن مفاجاتي لك في عام 2013. كل عام وانتم بالف خير. وانت بخير نادي، انك اول ما ترجعين ان شاء الله دبي تدخلين على السيستم بتشوفين ان ليله السنه الجديده 2014 حجزت قبلك من زمان فراحت عليك. انت ما حجزت. Ha ha ha.
هذه مفاجاتي لك. لا شوف انا منصفه وتكسر خاطري فما راح اقول لها. خالد اسمح لي احكي الحقيقه. هذيك مره كنا قاعدين انا ولوجين وناديه، قالت انه انا ظالمه يعني دائما خالد، السنه الجايه راح اعطي لها النيو يير. صحيح، لانه السنه اللي طافت. لا انا خذيت. شو رايك نقدم البرنامج من هواي يا خالد كلياتنا؟ صح والله يا ريت، والله يا ريت. كلنا بيكون عنده اجازه وتقديم برنامج. وانا وعد مني اجيب لكم اجمل فنان هوليوودي ويسهر معنا الليله. يا والله يا ريت. وتجيبين اوباما. خلاص يا سوف ديل. لا ان شاء الله بنلتقي فيكم على خير لجين وناديه وايضا رافي. ورافي انا ادري انك متورط، مساله انك شاب بروحك مع ثنتين بنات تخليك جدا ملتزم ومتورط، فالسنه الجايه انا اوعدك راح تكون سهره شباب. يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا هذه اجواء يعني راس السنه بشكل عام في كل انحاء العالم، في فرح في تفاؤل حتى في